الدورية المرورية الذكية شو يعني؟ تعالوا وياي. هذه الدورية المرورية الذكية التي تم تدشينها مزودة بعدة كاميرات، الكاميرات اللي بالأمام والكاميرات اللي بالجنب، وهذا هو أهم ما في الدورية، والشاشة موجودة داخل لإشعار الشرطي بالمخالفة اللي التقطتها الكاميرا عبر اللوحات. طبعا الميزة الجديدة في الدورية بأنها قابلة على التقاط العديد من السيارات في آن واحد، لو مرت على تجمع أو لو نتخيل أنها مرت على باركنات مثلا لأحد المراكز تسوق مثلا، بمجرد مرورها الكاميرات تلتقط على اليمين وعلى اليسار جميع اللوحات وتبلغ الشرطي بأن هذه اللوحة اللي تم التقاطها عليها مخالفة. وأيضا السرعة، سواء جاوزت الدورية أو جيتها من الأمام بسرعة عالية يتم إبلاغ الشرطي ووقفك على طول. ولكن في حاجة جديدة ضفتوها قريبا، إيش هي؟ هي نقل السجل المركبة إلكترونيا، تقدر تنقل سيارتك. نقل سجل المركبة إلكترونيا. نعم. ممتاز. عن طريق مع اللوحة. مع اللوحة. خاصة. بدون لوحة توجه للمرور. أيوة. إذا كان مع اللوحة. لازم أيوة يكون عن طريق التطبيق. الكتش الحين ما في. ما في. خلاص. الحين تروح على تطبيق شفرة مال السلطانية. نعم. ويكون نظام الرخصة هناك. نعم. يكون حتى تقديم مواعيد وكل شيء عن طريق اللي هو.